السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال، لو أنا عايز أعرف أنا اشتغلت قد إيه في المشروع دوت، يعني عندي لوحة بودكاست وعايز أعرف أنا اشتغلت قد إيه في المشروع دوت، هل اشتغلت 100 ساعة 200 ساعة؟ ففي برنامج اسمه كات تيمبو، هتلاقي الرابط أسفل الفيديو، زي ما أنت شايف بتحدد له الفولدر اللي أنت عايز تشوف عدد ساعات، فبيبدأ يقول لك مثلا ده في اللوحة الفلانية أنت اشتغلت من ساعة كذا لساعة كذا، وفي اليوم الفلاني شغلت من الساعة كذا لساعة كذا، فده بيديني قدرة على معرفة الوقت اللي أنا اشتغلت فيه الجزئية ديت. انت طبعا بتسطبه وهو بيبدأ يجيب لك وقت كل المشروع ككل أو عدد معين من اللوحات، يقول لك أنت اشتغلت فيهم عدد ساعات مثلا 100 ساعة، اشتغلت من يوم كذا ليوم كذا. فدي تبقى كويسة لو انت شغال في نظر بالساعة، ممكن تبعت له الملف دوت او الصورة دي او الجدول دوت بحيث تتفقوا مع بعض على الوقت.